حلو، البطولة حلوة بصراحة وملعب جديد وحلو ومستوى عالي. طيب تفتكر الفرق بين البطولات زمان والبطولات دلوقتي الخماسية في رمضان؟ ان الواحد زمان كان فت وكان بيعرف يدب، دلوقتي جاي يلعب كده يعني. طيب ممكن تختار لنا فريق خماسي؟ انت طبعا عارفين انت بتشجع روما والزمالك، فاختار لنا فريق خماسي ما بين الاثنين معاك بقى. انا واربعة يعني. سهلة دي، انا وتوتي وحازم امام وشيكابالا ودي روسي حبيبي. طيب انت النهارده بتلعب مع مين في الفريق وهتكمله في البطوله ولا هتعملوا ايه؟ احنا النهارده عاملين ماتش، لا اكزيبيشن كده، بس انا وجدو ورياض شيتوس وخالد بيبو كاس العالم تاني. كلهم اهلاويه وانا الزملكاوي الوحيد.